الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من ديارهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من أزواجهم. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس، اللهم أدخلهم الجنة الفردوس، اللهم أدخلهم الجنة الفردوس، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مخطئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس، اللهم أدخلهم الجنة الفردوس، اللهم ألحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم ألحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلهم حفرة من حفر النار، ولا تجعلهم حفرة من حفر النار. اللهم يسر حسابهم ويمن كتابهم
وقهم من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم افتح لهم في قبرهم روضة من رياض الجنة، اللهم ألبسهم من لباس الجنة، اللهم افتح لهم بابا من أبواب الجنة، اللهم افرش لهم فراش الجنة، اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.